السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي رشيد. الله يبارك فيك. هنيك مزيان مرحبا بك سيدي بارك الله فيك. الله يعطيك الخير. أنت منين أش من مدينة سميتو في المغرب سي رشيد؟ من كازا. كازا من العنق، حي العنق بورغون. سيدي مزيان. أنت كنتي مع نجوم بورغون ياك؟ أييه مع نجوم بورغون القدام. وكيفاش دخلتي لهذا العالم ديال القنصة سي رشيد؟ هو من بكري كنت كنمشي مع الوالد ديالي ومع خالي. ايوا راك عارف البليه تبلينا والحمد لله بليه زينه. سيدي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اليوم جيتي تصيد معنا ان شاء الله ياك؟ ان شاء الله. الله يحفظكم وكنشكرك السي يونس لانك انت صادفتيني مع الاخوان ديالك. بارك الله فيك. وكنشكركم وان شاء الله تكون طارده موجوده وكل خير موجود ان شاء الله. اش من بندقيه عندك سي رشيد اللي ممكن تكلمنا عليها؟ نعم هذه خويا سي ستوغر ام 3500 العيار ديالها 12.89 سوبر ماغنوم سومي اوتوماتيك. كان في الكانون ديالها ماني باك جيم باب كي كراس وعجبتني جات معايا وحنا غادي. اش من صنع هذه؟ هذه تركيه. تركيه في الصنع؟ صنعيه ترك. داك دابا الى عطيناك سلاح اخر قلنا لك نبدلوا لك هذا البندق. لا ما نبدلش صراحه ما نبدل. لا بيني لي بريطا اللي بغيتي هذه ما نبدلهاش. سيدي بصحه والراحه. الله يخليك. بارك الله فيك. يلا سيدي نتبعوا رشيد اليوم نشوفوا الصيد اليوم ان شاء الله كيفاش غادي يدوز. بارك الله فيك. ما بداو تيتيريو. سيدي بداو نهار مع السي رشيد. الله يحفظك. الجو هو هذاك تناسب. يا ربي عليك. كنتي فايت سميتو كنتي سميتو درتي شويه الصيد في المغرب ولا ما عمرك صيدتي؟ كنصيد عندي البيرمي في المغرب وكنصيد في المغرب وعندي البيرمي هنا نصيد هنا. اش من بلاصه صيدتي فيهم في المغرب سي رشيد؟ وما خليت فين مشيت صراحه. كنصيد في دكالا، كنصيد في النواحي ديال زاويه سيدي اسماعيل، زاويه بن عجام، حد ولاد فراس، القواسم، صيدت في مراكش، صيدت عاوتاني جيت نواحي الصحراء. وهذا مكان ما كندور مع الاخوان. سيدي تبارك الله عليك. الله يحفظك العزيز. نشوفوا ان شاء الله اليوم شنو غادي ان شاء الله. السي امين معنا هنا حتى هو. مع الكلبه ديالو مايا والطفل ديالو حتى هو سامي جاي يصيد معنا. سامي tu fais la chasse avec nous aujourd'hui? C'est bien. السلام عليكم. اليوم عندنا الطبيعة هنايا ودريتي وجدوا الماكلة. هاد الجمع هذا الى والله ماشي قدامكم والله الى عندي انا الملايا. سي امين اش اللي كتوجد لنا اليوم؟ سيدي مرحبا. كنصيبوا الغداء تاع القناصه. سي رشيد فؤاد طارق الشباب الصغير سامي. سامي صيد الصغير والفنان ديالنا سي يونس طارق. مرحبا. اول مره غادي يصيد معنا هو الخطره. سي فؤاد كتعرفوه ديما مخبي اليوم راه ورانا وجهه. سي رشيد مرحبا. حتى هو معروض معنا اليوم. وانتم سي الشويه ديال اش من سوق هذاك اللي عندكم في كازا اخي؟ هذا السوق تاع 2 تاع بن احمد هذا. السوق تاع نزار هذا. السوق تاع حد سوالم. حد سوالم. سامي. نعم. سامي بدا الماكله هو ديجا. ديجا كومونسي. سخن. غير كتشنشن فيها كيطلق الزيت. كاين بريد تاعي اليوم سي امين. البريد تاعتي دائما. انتم نوريكم حتى لا تكنيك ديال الصياد امين كيفاش ماشي غير تكنيك ديال الصياد والنصائح ديال الصيد. عملية التبريد. عملية التبريد ياك. عملية التبريد تاع راديتور. سي طارق لباسك كي جاتك؟ مزيان
احسن جلسه. سيدي مرحبا بكم. الله يكرمك سي رشيد. نعم سيدي. ناتي انت راك طويل خصنا نجيبو لك الكاميرا. تنطلعو شي كاميرا ملي دورت سديتك على الكتف. دابا عاد شدت لك وجهك اخي. كيفاش الجلسه سي رشيد؟ يا ممتازه. بحال هاد الجلسات هادو راه ما تلقاهمش. واخا تشريهم تبغيهم للدواء. الخوت والحباب و لا كونفياليتي خلاها الكور الحمد لله. الله يدوم نعمة. اللهم امين. يلا سيدنا نخليكم حتى تشوفوا ان شاء الله هاد العشيه اللي ندوز ان شاء الله لا شاس بيتي جيبي ديما مع امين صديق طباخ 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 قناص صياد كلشي. يلا تبارك الله عليكم سيدي. مرحبا. لاش 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 Alors Samy, t'as chassé quoi Samy? Donne à Samy, donne à Samy, donne à Samy. Je suis ici. Samy. Si Samy. Elle est déjà morte. C'est vite pas que la rique. Elle est déjà morte. Elle اسيدي تبارك الله شي اسيدي جدة سامي حاج تبرج لي تاع حاج شنو سميت هاد الطائرة سامي؟ قول سميتو الحجل. ها؟ حجل؟ حجلة حجل حجل برافو عليك لا دون بصحتكم بصحتكم كبيرة كبيرة ياك؟ زوينة هادي بيضة Il y aura une deuxième ici, c'est sûr et certain. سي رشيد. نعم اسيدي. واش من كارتوش باش كتصيد اليوم؟ النوع ديال الكارتوش اللي كتصيد به؟ اسيدي النوع هو هذا. شحال من غرام تما؟ 36 غرام. النمرة؟ سي دو 6. 6 باغي. وهذا هو اللي كيزلق الحجل و الحجل والرنب والفوزون بزاف د الحوايج. هذا اللي بيان الشوك ديالو مزيانة. داكوغ. واش من شوك داير في الكانو؟ داير سيلندري. سيلندري محلول. محلول. يعني محلول ما غاديش يبدا يمشي بزاف بعيد حيت انت كضرب على مسافه قريبه على الحزم. ايه ولكن نوبلي ما تنساش بان راه الكانو 76. 76 جي لي دو. جي لي دو داك عندك الكانو 16 اللي غادي يعاود 76 اللي غادي يضرب بعيد على اكزاكتومون على 71. 71 بارفي. كي جاتك اليوم لاشاس هنايا في هذه المنطقة؟ سيدي والله إلا كنشكرك أخويا يونس لأن الصراحة من بعد الله الفضل كيرجع لك أنت عرفتي عليا هنايا وفرحتوا بيا الصراحة الله يكثر خيركم. يجزيك بخير. ونهار زوين ما شاء الله السميشة وهذا لا ماشي والخير موجود تمشاو شوية وهذا هذا هو القنص والصيادة. الصيادة ماشي أوبليجي تضرب يا لا كونفياليتي تعيش لحظات زوينه ما تنساهاش مع الحباب ومع الصحاب. سيدي تبارك الله عليك ولا اللي حشمنا. اللهم امين. انا جو باسي باغ لا. هيا تصنيع توجور دو سوربريز انا كيكونوا مفاجأة انا. انتما كتشوفوا الطبيعة هنايا كثيرة مع الاخ رشيد. رشيد نعطيك رشيد ولا نعطيك رشيد بورغون؟ اللي بغيتي اللي بغيتي. يلا سيدي رشيد عادية رشيد بورغون بحال بحال. يلا Thank you.
سي رشيد. نعم سيدي. الاخوان عندي في القناه يطرحوا علي السؤال بالنسبه للصياد المبتدئ والقناص المبتدئ. نعم. اش من بندقيه اللي تقدر تنصح واش السومي اوتوماتيك ولا السوبربوزي؟ هذا السؤال نتفق معك كيطرحوه بزاف ديال الناس. الفرق بين اللي كاين اللي كيبغي سومي اوتوماتيك وكاين اللي كيبغي سوبربوزي. هو السومي اوتوماتيك الناس اللي كيبغيوها بزاف هما الاغلبيه ديالهم، ماشي الاغلبيه الساحقه، من الاغلبيه ديالهم كيقول لك جو بريفير من الاحسن تكون عندي سومي اوتوماتيك باش تكون عندي ثلاثه الخطرات لا شونس باش نضرب الجي بي ديالي، يعني كيضرب الضربه الاولى الضربه الثانيه ويعاود الضربه الثالثه. وتفل في الغوشارجومون، يعني ملي كتشارجي البندقيه ديالك كتكون العمليه سهله. بار كونتر الباسكولون، يعني كتسمى السوبر بوزي ولا جوستا بوزي، خصك تهرس، يعني تهرس المكحله تطويها. وكاين اللي كتكون ايجيكسيون اوتوماتيك، يعني كتلوح لك الكارتوش وعاد باش نتايا كتجي العمليه سهله كدير الكارتوش ديالك. وكاينه اللي خصك انت تحيد الكارتوش وتعاود تردو، شويه كيطلب شويه الوقت. وهي الفرق بيناتهم ما كاينش شي فرق، هذا بجوجهم سلاح ديال الصيد وبجوجهم يتقدر يتادبط عليهم الانسان. وبالنسبه لسيكوريتي ماشي من الاحسن سوبربوزي؟ سوبربوزي احسن في لا سيكوريتي، هي لي بلو سيكوريزي كو سومي اوتوماتيك، هادي لا نقاش فيها. حيت دابا المبتدئين المشكل اللي كاين يقدر ينسى الكارتوش في الشوم ولا في المكازا ولا معقوله. المهم انا بالنسبه للاخوان اللي تيطرحوا على هذا السؤال انا كنصحهم بلوس سوبربوزي. سوبربوزي ولا جوست كبدايه، واخا يكون بايكال واخا يكون فيرنيكارو ولا المهم اي سلاح يكون واخا يكون الثمن ديالو قليل ماشي مشكل. المهم كبدايه باش يتعلم لا بوزيسيون كيفاش يحل كيفاش ينظف البندقيه من الاحسن سوبربوزي. سوبربوزي هو القناص. القناص خصو اول حاجه يتعلم ليها ماشي هي كيفاش يصيد ولا كيفاش يتعلم لا سيكوريتي، يعني السلامه. السلامة ديالو هو وديال الناس اللي دايرين به، وماشي غير الصيادة وتا الناس اللي كاينين. تقدر تكون انت خارج كتصيد بحال دابا حنا كنصيدو، يقدر يكون شي واحد كيتريني كيتمشى ولا كيدير لا مارش، ماشي في مصلحته وماشي في مصلحتك انك تكون ما عارفش لا سيكوريتي. يعني السيكوريتي باس افون تو كيما كيقولوا، خص الانسان السلامة هي اول حاجة خص الانسان يخمم فيها. وكيما قلت يا سي يونس، من الاحسن المبتدئين يبداو بسوبربوزي يتعلموا. هي راه سلاح باش نتفاهموا، سلاح يعني بندقيه الصيد ما كاينش الفرق بيناتهم، وهو ان كاينه مثلا 90% ديال السلامه كاينه في السوبربوزي ولا جوست ابوزي، و 70% كاينه في السوبر اوتوماتيك. من الاحسن كما قلتي الانسان يمشي للسوبر بوزي كمبتدئ، ومن بعد ان شاء الله الى تمكن من السلامه ديالو هذا يقدر يدخل ديال السوميتوماتيك. تبارك الله عليك السي، بارك الله فيك، رجع على المعلومه، بارك الله فيك. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في هذا الصيد هذا اليوم ان شاء الله. ونتمنى الاخوان الطبيعه ديما معلومات المبتدئين في هذه القناه كما كتشوفوا معايا. انتم سي رشيد تشوفوا قبل ما يدوز هذا كيفاش كيبلوكي لا كارتوش ديالو، هي الاولى القديمه الكانون الفوق في السماء. نتمنى لكم الطريقه سي كيفاش كيدوز كانون في السماء. نشوفوا لي كارتوش نقربوا كيفاش بلوكاها. فوالا، ومن بعد غادي يعبئ البندقيه ديالو كانون ديما في السماء فوق. تبارك الله على السي رشيد. الله يحفظك. نعم الله يحفظك.